اسمها العلمي مورينجا أوليفيرا، جبارة اسمها عند الشعوب، بعض شعوب أهل الأرض يسموها شجرة الحياة أو الشجرة المعجزة، ويسموها بعض الشعوب شجرة الكنز. فيها من المحتويات شيء عجيب خرافة، تقرأ في هذا الأمر في المورينجا تحس أنها شجرة نازلة من الجنة. حتى أنه في بعض العلماء أنا قابلتهم من بريطانيا يعتقدوا أنه هي المقصودة في شجرة مباركة تنمو في طور سيناء اللي مذكورة في القرآن، ما هي شجرة الزيتون، يعتقد بعض علماء النبات. قابلتهم شخصيا، ما حد قال لي، لأنه هي موجودة في طور سيناء. هذا مو تقليل من شأن زيت الزيتون أو شجرة الزيتون، لكن في من يعتقد من علماء النبات أنه هي المقصود فيها المورينجا وليست شجرة الزيتون. تخيلوا زيتها خرافي، الكيلو حقه 600 ريال. هقول لكم في منها نوعين موجودة عندنا، احنا نقول لها بالعربي شجرة البان، وتغنى بها الشعراء كثير، وفي بعض العرب من الأيام الجاهلية يسموها شجرة اليسر.